الله الرحمن الرحيم. أعتقد بما نبدأ هذه الندوة يجب أن نوجه التحية لفريق النادي الأهلي لكرة القدم على فوز بكأس مصر. وتعود البطولة أو بطولة الكأس إلى مكانها الطبيعي في النادي الأهلي بعد غياب 10 سنوات. أعتقد ده شيء يستحق الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر. وقبل ما أسيب الكلمة للقاء المفتوح، الود والحب والاحترام المتبادل بين رئيس النادي وأعضاء النادي، أرجو بس توجيه الملاحظة إنه هذا التجمع أو هذا اللقاء خاص بمناقشة لائحة النادي الأهلي، وحق النادي الأهلي في أن يضع لائحته الخاصة وألا يكتب أو يصيغ أي أحد آخر من خارج النادي لائحة تحكم هذا النادي العريق والكبير. عايز أقول لحضراتكم النادي الأهلي عمل لائحته سنة 1908 قبل ما تبقى في مصر وزارة للرياضة، قبل تأسيس اللجنة الأولمبية المصرية، قبل تأسيس أي اتحاد رياضي في مصر. وعايز أوجه حضراتكم إلى إنه موضوع الأسئلة والحوار كله خاص باللائحة، لكن هيبقى فيه لقاءات أخرى ممكن نتعرض فيها لمطالب وحقوق أعضاء النادي الأهلي في الشيخ زايد اللي هم العائلة التي يعتز بها النادي الأهلي ويعتز بها مجلس إدارة النادي الأهلي. وأترك الآن الكلمة للمهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. أشكركم جميعا. أشكرك يا دكتور ياسر. الحقيقة أنا سعيد جدا بوجودي هنا النهاردة في مقر الشيخ زايد عشان نتكلم. احنا قررنا نعمل او المجلس قرر انه يعمل 3 ندوات عشان نوضح موقفنا من موضوع اللائحة، ونوضح برضو زي ما بنقول في كل حتة احنا مش في خناقة ومش داخلين خناقة مع حد ومفيش نزاع على حاجة. احنا كل ما يهمنا في هذا الموضوع تحديدا وهو موضوع اللائحة هو ان لائحة النادي الاهلي تبقى بتعبر عن النادي الاهلي وليس تعبيرا عن اي كيان اخر. لما بنتكلم على لائحة النادي الاهلي بنرجع ورا خطوتين. نبدأ بالقانون اللي صدر، قانون الرياضة الجديد اللي احنا شايفين فيه برضو ولنا تحفظات كتير عليه، انما هذا قانون لا نملك ان احنا نتكلم فيه دلوقتي حتى لو لينا تحفظات. فاحنا مستنيين للدورة التشريعية القادمة ان شاء الله، وهنقدم مقترحات فيما يخص تعديل بعض مواد القانون، لانه الحقيقة القانون ما اضافش جديد في موضوع التدخلات في شؤون الأندية. هو قد يكون اضاف بالنسبة للجنة الأولمبية واعطى سلطات للجنة الأولمبية، وكل ده احنا ما عندناش خلاف فيه. انما احنا خلافنا الرئيسي انه احنا لينا تحفظات على قانون، على بعض مواد القانون عشان بس ما نبقى واضحين. لنا تحفظات على بعض مواد القانون اللي احنا شايفين لا تتناسب مع نهضة الرياضة اللي احنا كلنا عايزينها في مصر. انما من اجل دفع العجلة الرياضية في مصر فاحنا بنقول خلاص احنا هنرجئ اي مناقشات للقانون دلوقتي، وده حق مجلس الشعب، ومجلس الشعب يقدر يقرر اللي هو عايزه. انما فيما يخص اللائحة الاسترشادية اللي صدرت عن اللجنة الأولمبية، اللي برضو قانون ادى فيها سلطات للجنة الأولمبية، هنتكلم فيها واحنا بنقدم تحفظاتنا على قانون ان شاء الله. انما اللجنة الاسترشادية الحقيقة احنا شايفين انه لا يصح ولا يجب ان يكون هناك لائحة توضع للنادي الأهلي دون مشاركة جمعيته العمومية ودون مشاركة أبنائه في وضع هذه اللائحة بما يتناسب مع ظروف النادي الأهلي. النادي الأهلي زي ما قال الدكتور ياسر كان عنده لائحة من 1908 قبل ما يكون أي اتحاد في مصر أو قبل ما تتكون لجنة أولمبية. فاحنا لا نقبل كنادي اهلي ان توضع لنا لائحه احنا ما اتكلمناش فيها ولا اتناقشنا فيها ولا اللي حطها عارف ما هي ظروف النادي الاهلي ولا ايه النظم اللي بتحكم النادي الاهلي داخليا، وتبقى لائحه استرشاديه بتطبق على 1200 نادي منهم النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يقبل ذلك، واحنا ابدينا اعتراضنا ان احنا وما زلت بأصر برضو ان احنا لم ندعى الى اي مناقشه فيما يخص لا القانون ولا اللائحه، واعتقد انه هذا الدعوه لم توجه للنادي الاهلي عن عمد. وانا بقولها بقى دلوقتي بمنتهى الوضوح انه في ناس كان يهمها عدم وجود النادي الاهلي في وضع لائحه او في وهو ابسط حقوقه. احنا بنطالب بحقوقنا وما بنطالبش باكتر من كده، بنطالب بحقوق النادي الاهلي ان يكون له قول في وضع لائحته الخاصه ونظامه الداخلي. ده موضوع مش يعني ما هواش غريب على اي منظومه رياضيه او اي مؤسسه رياضيه في العالم كله. عموما خلونا نتكلم في اللائحه. انا عايز اقول اول حاجه، اللائحه دي برضو ما هياش منزله من السماء. اللائحه دي بنحطها علشان تبقى اساس للوائح اخرى. احنا في ماده خطيره جدا في اللائحه، بغض النظر عن اللائحه ممكن نختلف ونتفق عليها، انما احنا كان بيحكمنا القانون ان احنا يبقى عندنا اللائحه دي مطابقه للقانون وهو ما وضعناه، وهو ده القامات القانونيه اللي كانت موجوده في اللجنه اللي حطت اللائحه، بالاضافه الى اللائحه اللي كانت محطوطه من المجلس السابق في 2014. كلها حاجات متفق عليها، انما احنا كنا بنحاول نتفق على انه تبقى مطابقه او غير مخالفه للقانون الجديد بتاع الرياضه في مصر، فاحنا تاكدنا من ذلك. ممكن يبقى في بنود عاجبه ناس وفي بنود مش عاجبه ناس وفي حاجات ممكن نختلف عليها. الحته الخطيره جدا اللي احنا بنتكلم فيها اساسا اللي هو تحديد النصاب بتاع الجمعيه العموميه، وتحديد نصاب الجمعيه العموميه ده للاسف اعطي قانونا للجنه الاولمبيه، الا لو غيرنا اللائحه وحطينا النصاب القانوني اللي احنا نراه كنادي اهلي يكون كويس ويكون معقول بالنسبه للجمعيه العموميه او الجمعيه العموميه غير العاديه، وده اللي غيرناه فعلا وحاطينه هنا. هناك خلافات اساسيه بنتكلم فيها، خلاف انه يكون مصري الجنسيه من يرشح نفسه، خلاف أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية وليس أعفي منها بحكم محكمة، أعفي منها طبقا للقانون. نمرة 3 أن يكون ذو مؤهل عالي. إحنا في النادي الأهلي ليس إقلالا من أي مؤهل متوسط، إنما إحنا بنعتبر أنه من يدير النادي الأهلي ومن يدير منظومة بحجم النادي الأهلي لابد أن يكون عنده حد أدنى من العلم بالإدارة وحد أدنى تعليمي يؤهله أن يكون في مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة للنادي الأهلي. دي نقاط خلافية احنا مصرين عليها. في نقاط أخرى احنا حطيناها في اللائحة، زي مثلا عدد أعضاء مجلس الإدارة. اللجنة الأولمبية حاطة بتقول إنه 12 عضو مجلس إدارة، احنا بنقول إنه 9. واحنا لما بنقول 9 بنبقى شايفين ظروف النادي، ومرينا بظروف في ال3 سنين اللي فاتوا هذا المجلس ودي السنة الرابعة، بتخلينا ننقل خبرتنا وبنقول انه المجلس كل ما عدده كان موائم، ما بقولش ولا كبير ولا صغير، انما احنا بنقول 12 ده هيبقى رقم كبير جدا. في هذه الحالة المجالس هتبقى غير منتجة، فعشان المجلس يبقى منتج اقترحنا ان هو يبقى 9، رئيس ونائب رئيس وامين صندوق و4 اعضاء و2 تحت السن. هذا الكلام احنا شايفين من واقع خبرتنا وبننقله للناس كلها، بنقول ان هو ده العدد القادر على اداره النادي الاهلي. حاجات بقى تانية مختلفه، زي ما كانش عندي في اللائحه الاسترشاديه ان انا اقدر اتعاقد مع حاجات كتير هنقولها دلوقتي في النقاش، انما اخطر ما في موضوع هذه اللائحه هو النصاب القانوني للجمعية العمومية والجمعية العمومية غير العادية. لو لم يتم الموافقة على لائحة النادي اللي حاططها النادي بمستشارينه القانونيين، هتبقى اللائحة الاسترشادية ملزمة، وهذه اللائحة الاسترشادية من وجهة نظرنا هتبقى مشكلة كبيرة جدا في تطبيقها داخل النادي الأهلي. علشان كده احنا بنقول انه النصاب القانوني اللي حطاه اللجنه الاولمبيه لا يتناسب خالص مع تغيير. احنا بنحط لجنه رئيسيه لللائحه، وبعد كده اي مجلس اداره يجي هيبقى عنده من القدره انه لما يجمع 4000 عضو او 3000 عضو يقدروا يزودوا بنود او يشيلوا بنود غير مناسبه، وهو ده اللي بنتكلم فيه، ان احنا يبقى عندنا حريه حركه، مجالس الادارات يبقى عندها حريه حركه من داخلها، من داخل النادي، مش مفروضه عليها ومش مملاه عليها من حد تاني. لائحه النادي الاهلي يجب وضعها من داخل النادي الاهلي وليس من خارجه. دي هي، خلونا نتكلم ببساطة شديدة جدا، هو دي أهم ما في الموضوع. أنت بتفرض عليك لائحة وبتملى عليك لائحة. إحنا من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر جميع القانونيين اللي شافوها ومن وجهة نظر أعضاء الجمعية العمومية اللي اتناقشنا معاهم، ولهذا السبب إحنا جايين نتناقش معاكم، شايفين إنه مليئة بالأخطاء ومليئة بما لا يتناسب مع النادي الأهلي، ولا يصح أن تملى علينا لائحة. مش عايز برضه أقول زينا زي أي نادي في مصر أو زينا زي أي حد تاني، لا، أنا بتكلم كنادي أهلي لوحدنا خالص. لن نقبل أن تملى علينا لائحة لا نعرف أولا من وضعها. إحنا مش عارفين مين اللي حط اللائحة الاسترشادية دي، ومحدش كلمنا فيها، ومحدش خد رأينا فيها، ومحدش خد رأي الأندية فيها. مفيش نادي أنا كلمته أو رئيس نادي أنا اتصلت بيه وقال لي إحنا شاركنا بأي صورة من الصور في وضع هذه اللائحة الاسترشادية. فمن الذي وضع هذه اللائحة الاسترشادية؟ أنا شايف إنه لائحة النادي الأهلي لا يضعها إلا أبناء النادي الأهلي. ده موضوع نمرة واحد. نمرة اتنين، في حق في اللائحة للجنة الأولمبية إنها تغير أي بند في هذه اللائحة بعد الاعتماد. يعني بعد ما نعتمد اللائحه الاسترشاديه دي، او لا قدر الله لا تكتمل الجمعيه العموميه وتعتمد هذه اللائحه الاسترشاديه، اللجنه الاولمبيه تقدر تغير فيها اي بند زي ما هي عايزه. هم بينفوا ذلك، انما هو ده الواقع. هم اعلاميا بيتكلموا معانا، بيخاطبونا اعلاميا، محدش بيخاطبنا بالقانون ولا باي حاجه. زي فيما يخص اعضاء الشيخ زايد، كل هذا الكلام بيتم من خلال الإعلام. احنا كل الخطابات الرسمية والقانونية اللي عندنا بتؤكد صحة موقفنا وصحة ما نفعله. احنا قررنا ان احنا نعمل الجمعية العمومية على يومين تيسيرا لأعضاء الجمعية العمومية. احنا قررنا، ان احنا نعملها في مقرين، وهذا لا يعيب اي حد وما يضايقش اي حد. يعني انا مش متخيل انه لما بتعمل حاجه تيسيريه او تسهيل لاعضاء الجمعيه العموميه اللجنه الاولمبيه تزعل. انا برضو مش عارف هي اللجنه الاولمبيه زعلانه من ايه. احنا كل الغرض من القانون ده ان احنا نوسع المشاركه، مشاركه الجمعيات العموميه، مشاركه اعضاء النادي في ابداء ارائهم. بنرسخ الديمقراطيه اللي بتطالب بيها الدوله. كل هذا الكلام احنا بنحاول نعمله. انا مش قادر افهم ما هو هذا التعنت من اللجنة الأولمبية إن هي تقول لأ يوم واحد، وبتفسر تفسيرات غير منطقية وغير قانونية. تقول اجتماعا خاصا، ده معناه اجتماع واحد في مقر واحد. أنا ما أعرفش برضه هما بيجيبوا الكلام ده منين، وكل الفقهاء القانونيين اللي سألناهم قالوا هذا الكلام غير صحيح. الاجتماع ممكن يبقى اجتماع على يومين، على ثلاثة، على أربعة، ويبقى في مقر، مقرين، ثلاثة، وبالذات إن هذا اجتماع خاص. هذه جمعية عمومية خاصة، لا هي جمعية عمومية عادية ولا هي جمعية عمومية غير عادية. إنما قانون ادى للجنة الأولمبية سلطة إن هي تحدد النصاب القانوني، وهو ما قبلناه. خلاص ما نقدرش نعارض القانون، يعني إحنا ما نقدرش نتكلم في القانون، إنما نقدر نتكلم في اللائحة الاسترشادية. اللائحة الاسترشادية لا تعطي كل هذه السلطات للجنة الأولمبية، وإنما تعطي كل السلطات لجمعية عمومية النادي الأهلي. هو ده اللي احنا بنطالب بيه. جميع هذه الحقوق هتبقى للجمعية العمومية للنادي الأهلي وليس للجنة الأولمبية، وليس، كان الغرض من القانون ده انه منع التدخل الحكومي. دلوقتي بقى في تدخل من جهة أخرى. جميع المواثيق الأولمبية بتقول مفيش تدخل من أي جهة في أعمال الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتاعتنا قادرة وواعية وناضجة بما فيه الكفاية انها تاخد القرارات اللي تشوف مصلحتها، انها ما ياخدليش حد قراراتي من بره كجمعية عمومية النادي الأهلي. والجمعية العمومية تيجي، وعشان كده احنا جايين بنناشدكم جميعا، وبنناشد كل أعضاء الجمعية العمومية في النادي الأهلي. وبتكلم على النادي الأهلي كنادي أهلي وليس مقرات. نادي أهلي هو النادي الأهلي، كلنا بنجتمع تحت علم واحد وهو علم النادي الاهلي. كلنا جمعيه عموميه واحده، جمعيه عموميه النادي الاهلي. بقوا ناشد جميع اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يحضروا، وبتمنى ان احنا نكمل الجمعيه العموميه دي من اول يوم، ما نستناش تاني يوم كمان. يعني تاني يوم ده يبقى التاكيد على هذا الحشد وعلى اعضاء الجمعيه العموميه ووعيهم ان هم جايين عايزين يحطوا لائحتهم الخاصه. جمعيه اعتقد ان اللائحه اتوزعت على جميع اعضاء الجمعيه العموميه. اللائحه ما فيهاش حاجه غير طبيعيه، كل ما هو فيها اتهمنا ان احنا بنحط لائحه عشان نقصي ناس وعشان نعمل حاجات ولاسباب خاصه وكلام كله اثير اعلاميا، وهجمنا هجوم شديد، وما زلنا نهاجم على ان احنا بنعمل الجمعيه العموميه بتاعتنا على يومين وفي مقرين. انا برضو مش قادر افهم كيف يكون ذلك عقبه، او كيف يكون ذلك حاجه معيوبه في النادي الاهلي. احنا بنيسر على اعضاء الجمعيه العموميه، بنحاول نخلي الناس تيجي وتشارك برايها، وهو ده اللي بنطالب بيه من اول ما جينا ومن قبل ما نيجي ومن سنين طويله. على الجمعيات العموميه ان تحضر وان تشارك وان تدلي برايها وان توافق على الميزانيات وان تراجع الميزانيات وتناقش الميزانيات مع مجالس الاداره. واعتقد ان احنا حاولنا ننفذ ده في خلال الفتره الماضيه من عمر هذا المجلس. بنحاول ان احنا نشرك الجمعيه العموميه معانا في كل حاجه، بنحاول ان احنا نخلي الجمعيه العموميه يبقى رايها هو الاول وليست اراء مملاه عليه من اي حته. لا يهمنا اقصاء ولا يهمنا حرب اعلاميه موجهه ضدنا عشان خاطر اغراض احنا كلنا عارفينها. لهذا السبب بنناشد الجمعيه العموميه كامله ان هي تطلع تقول رايها، ولو مش موافقه على اللائحه بعد ما تقراها تقول رايها برضو، تقول مش موافقه. ما عندناش مشكله في دي، بالعكس. يعني لو طلع اعضاء الجمعيه العموميه وقالوا مش موافقين على اللائحه ما عندناش مشكله، انما لابد ان نكمل النصاب القانوني الغير عادل واللي احنا من وجهه نظرنا شايفين انه حاجه لا يمكن تحقيقها. اعتقد انه امكانيه تحقيقها هتتحقق في النادي الاهلي ان شاء الله، لانه هذا هو النادي الاهلي. وطول عمر النادي الاهلي وجمعيته العموميه بياخدوا قرارات غير مسبوقه، وبياخدوا قرارات بتؤثر في تاريخ النادي الاهلي. هذه الجمعيه العموميه هتبقى من الجمعيات العموميه التاريخيه للنادي الاهلي، اللي بتوري ان ولاد النادي الاهلي مش ممكن يسيبوه، سواء بقى او بلا. مش هي دي قضيتنا، احنا قضيتنا انه الجمعيه العموميه تكتمل. لابد من اكتمال الجمعيه العموميه. احنا عارفين ان احنا في شهر اغسطس، وهذا الكلام قلناه في مجلس الشعب دفاعا عن حقوق هذه الجمعيه، قلناه في مجلس الشعب، وقلناه في اللجنه الاولمبيه. قلنا يا جماعه ده شهر اغسطس وفي عز الحر، والناس في المصايف، والناس في اجازات، وهتبقى جايه اجازه العيد بعد كده، حتى اللي مش واخد اجازه هياخد اجازه عشان يطلع يعيد. كل هذا الكلام قلناه، ولقينا تعنت شديد جدا من جميع الأطراف. فالحقيقة عايزين نوري الأطراف اللي بتشتغل لحسابات أخرى غير حسابات النادي الأهلي إن احنا قادرين على هذه المواجهة، وإن احنا نقدر نقف ونقول لأ، الأهلي لائحته توضع بمعرفة جمعياته العمومية وليست بمعرفة أحد آخر. وأعتقد إنه لو في أي أسئلة فيما يخص اللائحة نفسها احنا مستعدين نجاوب عليها، وإنما كل ما يهمني إن أنا أكون وضحت إيه الفروق، العناوين الرئيسية للفروق في اللائحة إيه. يعني هي نقطة واحدة بس، اللائحة ما كانت مكبلة إيدينا في إن إحنا نشارك في استثمارات أو نعمل اتفاقيات لإنشاء أكاديميات لحاجات زي كده. حطيناها في اللائحة، ما كانتش محطوطة في اللائحة الاستشهادية، ده غير الخلافات اللي أنا ذكرتها قبل كده. فعشان كده أنا بتمنى إنه تقروا اللائحة كويس، وتعرفوا إن دي ما هي إلا أساس ولبنة أساسية للائحة أي مجلس إدارة بعد كده يجي يقدر يغيرها بناء على رغبة الجمعية العمومية. بناء لما الجمعية العمومية تشوف إنه في بنود محتاجة تتغير، بنود عايزة تتزود، بنود عايزة تتشال طبقا للظروف في هذا الوقت، يبقى مجلس الإدارة قادر ب 4000 عضو يجوا يتكلموا. ال 4000 اللي هيجوا هيبقى لهم الحق في تغيير هذه اللائحة. يعني هذه اللائحة ليست منزلة، هذه اللائحة قابلة للتغيير بموافقة أعضاء الجمعية العمومية. وإذا كان في أي أسئلة فيما يخص اللائحة فإحنا تحت أمركم. الأسئلة حق للجميع. عايز بس في دقيقة واحدة أقول لحضراتكم أرد على بعض المزايدات. مفيش أي تغيير رياضي شهادته مصر في 100 سنة إلا وكانت بدايته في النادي الأهلي. 1920 لما طلب مفتش الرياضة في وزارة المعارف العمومية من النادي الأهلي ومن جعفر باشا والي رئيس النادي الأهلي أن يستجيب لوزارة المعارف ويبعد عن بقية الأندية ويأسسوا منتخب مصر، فجعفر باشا والي رفض وتحالف مع بقية الأندية وتم تشكيل أول منتخب مصري في الأربعينات لما الملك فاروق حب أنه يهيمن على كل الأندية سواء بإطلاق اسمه أو بالتدخل، فجه حزب الوفد وطلب من أحمد عبود باشا أنه يرشح نفسه رئيس للنادي الأهلي حتى يقول لا. أي أزمة دخلها النادي الأهلي في 100 سنة كان بيدخلها علشان الصح وعلشان الحق وعلشان يكتب تاريخ وواقع ومستقبل للرياضة المصرية. فعايز أقول لكم يعني ارفعوا راسكم، النادي الأهلي اللي هو ناديكم لا يخوض حروب لأي مصالح خاصة، ولكن يخوض هذه الحرب بالتحديد من أجل كل الأندية المصرية، من أجل الرياضة المصرية ومستقبلها الأفضل. نتفق على الأسئلة، أي حد عنده سؤال احنا ما عندناش مشكلة ونبتدي. اتفضل حضرتك. تحياتي ليك يا باشمهندس محمود. أهلا. حضرتك كنت قلت إن النادي الأهلي كنادي أهلي، احنا ضد تقسيم النادي الأهلي فمعلش حضرتك النهارده عملتها على يومين عشان تريح الناس بتوع مدينة نصر وبتوع الجزيرة. طب النهارده احنا بتوع الشيخ زايد، اللي خليك تعملها على يومين ما تعملها على 3 النهارده. معلش حضرتك يعني خلاص بقى، يا واحدة يا 3. هو خلاص تم الإعلان، ما دام بتعمل الإعلان اللي هو قبلها ب 15 يوم وبتعلق الكشوف، فبيتم على حسب ما تم الإعلان عنه. لو غيرت دلوقتي يبطلوا اجتماع الجمعية، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، مع كل الاحترام، انما انا عندي جواب من الجهه الاداريه بيقول لي انه مدينه نصر والجزيره هما مقر واحد. انا عندي جواب بهذا الكلام، انما الشيخ زايد ما زال فرعا، ده يعدل فيما بعد. الشيخ زايد ما زال فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، انما مقر الاهلي بالجزيره ومقر الاهلي بمدينه نصر، عشان كده عملناها في مقر النادي الاهلي. ما هو برضو احنا يعني بنخوض حرب قانونيه الحقيقه، فاحنا بنحاول نبقى في حد الامان زي ما بيقولوا، ان احنا لا نتجاوز في حاجه. احنا كان ممكن نعمل، وكان محبب علينا جدا ان احنا نعمل تصويت هنا، انما للاسف القانون لا يسمح لنا، والجهه الاداريه سواء قانون جديد او القانون القديم. احنا نقدر نغير بقى هذا الكلام في المرحله الجايه اذا لم اللائحه الاسترشاديه اصبحت لائحه ملزمه. عشان كده انا بقول انه مجرد عدم اعتماد اللائحه الاسترشاديه ده هيخلي النادي الاهلي يقدر يعمل حاجات كتير قوي مستقبلا المجالس القادمه تقدر تعمله، والمجالس القادمه خلاص كلها شهرين 3 وتبقى في مجلس جديد منتخب يقدر يغير اللي هو عايزه ويقدر يغير بنوده. تمام. لكن هو النادي الاهلي يا فندم فرع زايد ليهم حق تصويت، مظبوط كده؟ مظبوط يا بيه. مين يا فندم المسؤول عن تنفيذ ده؟ يعني ايه مين اللي مسؤول؟ يعني النهارده مين المسؤول عن تنفيذ ده لو ما حصلش؟ مين المسؤول عنه؟ ما حصلش ازاي؟ احنا علقنا كشوف اعضاء الشيخ زايد في الكشوف بتاعه الجمعيه العموميه. تمام. متعلقه على في كل الكشوف اللي متعلقه في مدينه نصر وفي الجزيره، واعتقد هنا المفروض تبقى متعلقه. تمام. وهنا كمان. تمام. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ محروس. معلش في سؤال بس، في الماده 25 كتناولته وكالات يعني الاعلاميين. صحيح. بخصوص الاغلبيه المطلقه. الاغلبيه المطلقه، ودي خطا اتطبع بالخطا، هي اعلى الاصوات وليس الاغلبيه المطلقه في بند 25 زي بند 27 بالظبط، اللي هو يجوز طيب. يجوز، وده هننزل بيه استدراك وهنعمل بيه اعلان سواء في جميع الفروع او واحتمال ننزل اعلان في الجورنال كمان عشان الناس تبقى كلها عارفه انه بقى اعلى الاصوات وليس بالاغلبيه المطلقه. ما هم اللي عايز يلاقي حاجه هم ماسكين في الموضوع ده. لا مش عايزين اي حاجه تبطل. مش انت، انا بتكلم. مظبوط طبعا. تمام. ما هو عشان لا تبطل فغالبا هننزل اعلان في الجرايد انه في البند 25 بدلا من كلمه الاغلبيه المطلقه هتبقى اعلى الاصوات. استاذ خالد الابراهام عنده كلمه عايز يقولها. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا انا اسمي خالد الابرق، انا مدير البرامج الرياضيه في التلفزيون المصري وكبير مذيعين ومن الزايد وانتمي ليكوا هنا. انا بس في بعض الامور كان المهندس محمود استحى ان يقولها بخصوص اللائحه. انا اكلمكم من منطلق مهنتي وشغلي. هناك بعض البنود وضعت لتعجيز النادي الاهلي بالتحديد. هقول لحضراتكم الماده 4 في القانون، المادة 4 في القانون رقم 71 ل 2017، المادة دي وضعت مؤخرا قبل مناقشة مجلس الشعب ليها بأيام، وأنا لما بتحدث حضرتك أنا كان معايا المسودة بتاعة القانون. تاني حاجة، اللائحة الاسترشادية نفسها اللي بتعطي الحق لنفسها إن هي تشرف وتعمل، لا، اللائحة الاسترشادية واللجنة الأولمبية اختصاصها لا يوجد في اختصاصها اللي هو موضوع من ضمن الهيئات الرياضية ما أعطته لنفسها، والقانون لم يعطي للائحة الاسترشادية وللجنة الأولمبية ما أخذته عنوان نفسها. وفي كل القانون عندما راجعنا كل القانون 17 ل 71 ل 2017 لم نجد فيه الاختصاصات الموجودة للجنة الأولمبية. وشرط ال 12500 عضو ده شرط إذعان، اللي بالتأكيد احنا ما كناش بنعرف نجيب 1000 صوت في اليوم الثاني للجمعية العمومية، وآخرنا شهر مارس الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تكتمل ولم نناقش الميزانية وراحت للجهاز المركزي للمحاسبات. الموضوع اتعمل 12500 عضو من أجل فرض اللائحة الاسترشادية للجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية إذا فرضت لائحتها فمن يملك المنح مرة يملكه أكثر من مرة. معنى كده إن إحنا كأعضاء الشيخ زايد اللي إحنا واخدين حكم قضائي بحق التصويت، القانون 71 ل 2017 لا يعطينا ذلك. كل اللي أعطاه لنا هو واللائحة الاسترشادية بتاعت اللجنة الأولمبية إن إحنا نقعد هنا بس، لا لنا تصويت ولا لنا أي حاجة. اللائحة بتاعت النادي الأهلي هي اللي بتعطينا الحق بده، وأفضل حق لازم احنا نتمسك بيه كأعضاء الشيخ زايد إن نروح بكثافة نثبت، عشان مع احترامنا الكامل لأي مجلس إدارة قادم احنا نروح بأصواتنا جميعا يوم الجمعة يوم السبت 6 احنا 25 يوم 25 احنا لازم نروح نثبت ونعطل إن مفيش أكتر من صوتك وإثبات صوتك في الجمعية العمومية للنادي الأهلي. أي مجلس إدارة، مجلس إدارة الباشمهندس محمود معانا ماشي، محدش ضامن. المجالس في بعض الانتخابات وبعض الناس اللي داخلة انتخابات زي ما حصل في 94 وانتخابات 97 متخوفة من مدينة نصر، هي الآن متخوفة وبتحاربنا إن إحنا ما يكونش لينا صوت ومعوقات. عشان كده مع احترامنا الكامل للمجلس ده صوتنا احنا رايحين، عايزين تقولوا لا قولوا، بس لازم نثبت صوتنا ان احنا دخلنا الجمعيه العموميه وده امر واقع. عشان كده مع احترامنا للكل احنا فرعنا ده يحسب على المهندس محمود، وعشان كده احنا بنشكره ان بدأ بينا زي ما اهل مدينه نصر كان على الكابتن صالح سليم، الآن فرع زايد يحسب على المهندس محمود طاهر. لا يحسب يا أستاذ خالد للنادي الأهلي، ولا نعلم الفرع الرابع هيبقى مين، لكن احنا الآن مسؤولين منه وهو قدامنا المسؤول. عشان كده هنروح ونثبت حضورنا جميعا يوم الجمعة في النادي الأهلي. وشكرا إن شاء الله. شكرا يا أستاذ خالد، شكرا. مساء الخير يا بيت، اتفضل. أنا عايز بس أتكلم قانون بعد إذن حضراتكم. هو إحنا بنتعامل بقانون ولا بنتعامل بغير القانون؟ أكيد بنتعامل بقانون. طيب القانون فيه دايما جملة كده بيقول لك المشرع منزه عن العبث وعن الهوى. يعني إيه؟ يعني ما يذكره المشرع في القانون فهو يعنيه. إذن المشرع لما قال اجتماع، ومعلش يعني اسمح لي أقول الكلمة دي، اجتماع خاص لم يذكر كلمة جمعية عمومية على الإطلاق. فين كلمة جمعية عمومية؟ هل هي جمعية عمومية ولا هو اجتماع خاص؟ إذن القانون قال اجتماع خاص. ليه قال اجتماع خاص؟ أولا لأن هو حدث وحيد أو فريد ولن يكرر. دي أول حاجة. تاني حاجة، المشرع يعني ما يقول تماما، فهو خرج بهذا الاجتماع خارج كافة قواعد الاجتماعات الجمعية العمومية. لو كان أراد أن يقول جمعية عمومية فكان ممكن يقول جمعية عمومية غير عادية، كان ممكن يقول جمعية طارئة، الاثنين دول، إنما هو قال اجتماع خاص. طيب تصحيحا بس لبعض المفاهيم، أنا مش هاخد وقت كتير. القانون ملوش دعوة بالفروع غير في بند واحد، أعطى الأندية حق إن هي تنشئ فروع وأحال للائحة. طيب في بعض الأسئلة أنا يعني إلى الآن لم أتلقى ولن أتلقى أي ردود عليها. القانون في مواد إصداره حدد في المادة السابعة، الفترة اللي هي فترة الفراغ التشريعي اللي من 1/6 ل 31 أغسطس أي لائحة بتطبق. يا سادة، اللائحة اللي يجب أن تطبق في هذه الفترة طبقا لنصوص القانون والمادة 7 من مواد الإصدار هذا القانون هي اللائحة 929 لسنة 2013 وليس اللائحة الاستفزازية. هذه اللائحة هي كيان صلصالي ميت لا تدب فيه الروح إلا إذا الجمعية، آسف، الاجتماع الخاص يوم 25 و 26 لا قدر الله ما اكتملش. إذن تبعث فيه الروح، اللي هي اللائحة الاستشهادية. يبقى إذن اللجنة الأولمبية تغلي يدها، عن أي إشراف أو أي تدخل أو أي تفويض. ليس لها الحق إن هي تعمل الكلام ده كله خالص، وهم يعلموا هذا الكلام. والنهارده وصلت إنذارات رسمية لكل من مهندس هشام حطب، الأستاذ سويلم، معلش النادي الأهلي. ليه؟ وصل يا أستاذ سويلم، وصل. تمام. يبقى إذا هما الاثنين دول لازم حضراتكم كأعضاء تفهموها، لازم العضو يبقى عنده خلفية هو بيعمل إيه. هذه اللجنة غير مناط بها أي تدخل. القانون قال لها تعمل حاجتين، تعمل اللائحة وتحدد النصاب، ليس أكثر. اللي مناط بيه الإشراف، ويا رب يكون سامعني، اللي غير جواباته هو الأستاذ سويلم، اللي غير الجوابات واتقالت اعمل يا نادي يا أهلي، أعضاء زايد يخشوا، ولما اتعمل له كده أهو اتغير الكلام. أنت يا سيد سويلم مناط بيك الإشراف، وإن لم تشرف على هذه الاجتماع الخاص، أنا شخصيا ليا موقف معاك. أنا شخصيا كعضو جمعية عمومية في النادي الأهلي ليا موقف معاك، موقف قانوني، وهيكون موقف حازم. وأرجو من الله إن اللي يبقى في موقع المسؤولية لا يتوهم انه اذكى خلق الله. ارجو بشده ما يفعل يا سيدي الوزير فيه تعدي للخطوط الحمراء. الناس محتقنه. يا استاذ وائل معلاء، هضطر اقطعك بس في الحته دي دقيقه واحده. الموضوع كله في ايدنا دلوقتي. سيبك من كل المساجلات القانونيه اللي بيننا وبين مديريه الشباب والرياضه، وبيننا وبين اللجنه الاولمبيه، وبيننا وبين الوزاره، وبيننا وبين اي مؤسسه او كيان. احنا الموضوع اصبح في ايدنا. دي حقيقه فعلا. اذا اكتملت الجمعيه العموميه لن يملك احد ان يغير قرارها. أرجو فهو أرجو هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. اخر نقطه هقولها لو سمحت يا فندم، معلش اخر نقطه واخر تساؤل. معلش يا محمود. لا اتفضل. ما زلت منتظر رد على سؤالي، واللي بوجهه للسيد المهندس هشام حطب. انا بعت لك انذار واللائحه بتتعمل، قلت لك راعي في مواد ونصوص اللائحه اي مواد تخالف احكام صدرت، ثم بعت لك انذار تاني قلت لك بما لك من سلطات عدل الماده 8. السؤال بقى عشان اختم وما صدعش حضرتك، ويا ريت لو حد عنده اجابه يردها عليا وانا واقف قدامك اهو. ما هي المصلحه؟ ما هي المصلحه ان يتم اعاده ماده وصفتها المحكمه الاداريه ان هي ماده غير مشروعه؟ ايه المصلحه؟ فين المصلحه؟ اذا كنت تطلب موردين فنحن يا سيدي ليس موردين ولسنا ممولين، احنا اعضاء ولا نطلب ولا نطمع في اكتر من حقنا اللي كفله الدستور. لو سمحت سؤالي لاخر الكون، ما هي المصلحه في اعاده نص ماده وصفتها المحكمه القضاء الاداري اللي احكامها بتتاخد كمبادئ من مبادئ القانون؟ ما هي المصلحه في اعاده الماده؟ وكل شويه بنتصدع، بنحترم القانون. انا منتظر اجابه. الاهلي فوق الجميع وهنحضر، ولايحتنا هي اللي هتتطبق ان شاء الله. ان شاء الله. ده لايحه للنادي الاهلي، سواء جيت رئيس مجلس اداره او غيرك جه رئيس مجلس اداره، محدش له يعني، دي مالهاش علاقه خالص بالانتخابات. الموضوع ليس له اي علاقه بالانتخابات. ارجوك لح في الموضوع ده، ارجوك لح. نحن نقاتل بقالنا اكتر من شهر دفاعا عن حقوق الجمعيه العموميه والنادي الأهلي واسم النادي الاهلي. الحاجه الثانيه، ولو ما كناش عملنا كده كنا سنتهم بان احنا لا ندافع عن حقوق النادي الاهلي. مالوش علاقه برئاسه النادي الاهلي خالص. ده موضوع لا معلش ابقى وضحه حتى في الاجتماعات الجايه. ما هو اصل هي دي المزايده يا بيه. ما هم بيزايدوا بالموضوع ده. هو من ذكر انتخابات في اي بند من بنود اللائحه غير الحاجه الثانيه؟ ده احنا شلنا بنود كانت تقصي ناس كانوا حاطينها في لائحه المجلس السابق. بالمناسبه اللائحه دي لا تختلف عن لائحه المجلس السابق تقريبا نهائي الا في بند 8 سنوات اللي لو كنا حطيناه في اللائحه دي كان اقصى ناس، وما كناش عايزين نعمل كده، فشلنا هذا البند تماما عشان لا ما حدش يقدر يقول ان احنا بنحط بند واحد، نص بند في هذا الموضوع يخص هذا المجلس. هذا المجلس يدافع عن حقوق جمعيته العموميه، ليس له وهذا المجلس لم يعلن عن خوضه الانتخابات بعد، ما حدش يعرف مين اللي هيخوض الانتخابات. وزي ما انا بقول دايما، اللي يتكلم عن الانتخابات دلوقتي في هذا التوقيت وفي هذه المرحله يبقى بيكره النادي الاهلي، مش بيحب النادي الاهلي، يبقى بيكره النادي الاهلي ويتمنى هدم هذا الكيان. الحاجه الوحيده اللي عايز اسال حضرتك عليها لما قعدت مع المهندس حطب، المصري احنا بنلعب ضد بعض ولا مع بعض؟ ما هو الحقيقه دي اصله هذه. سيبنا نوضح دي يا بيه. اتفضل. يعني انت ما بتريحنيش ليه؟ يعني انت يا باشمهندس حطب، هو الراجل يتكلم كويس قوي في التلفزيون ومستعد وشكر في حضرتك كل حاجه، لكن عايز تاذيني ليه؟ يعني لما نعملها على 4 ايام انت هتتعب في ايه؟ بالظبط. انت متضايق ليه؟ بالظبط كده. ما بتريحوه. ده السيسي بيريح الناس. والله قلنا الكلام ده كله، يعني رئيس الجمهوريه بيريح الناس. يعني في ايه؟ صحيح. يعني ليه احنا بنلعب مع بعض؟ النقاش ده خدناه لانه وبعدين انت المفروض تريح النادي الاهلي اللي هو اساس الرياضه في مصر، وهو اساس الرياضه في مصر. والله المصري في اي لعبه بالظبط كده. ريحني. بنلعب مع بعض. ما هو ده اللي بيخلينا نشك في انه هذه اللائحه الاسترشاديه موضوعه لحسابات خاصة وليس موضوعة للصالح العام فقط، لأن هي محطوطة، هذه اللائحة محطوطة لأغراض خاصة. هي دي اللي احنا بنقوله، مش لائحتنا احنا اللي محطوطة لأغراض خاصة ولا أغراض انتخابية. باشمهندس محمود مساء الخير. أنا اسمي سعيد الفار، عضو جمعية عمومية، وأنا انتخبتك في الانتخابات اللي فاتت. أشكرك. أنا دلوقتي ليا ملاحظات من خلال إن أنا يعني بقرأ يعني اللي بيحصل دلوقتي. الموضوع مش موضوع عدو الشيخ زايد، الموضوع دلوقتي تنفيذ أحكام قضائية، لأن هو لو نفذ الحكم القضائي بتاع الشيخ زايد هيضطر ينفذ وراء أحكام كتير، زي حل مجلس اتحاد الكورة، وهو اصلا طالع بيقول لك انا مش هنفذ ومش هنفذ، ورونا هينفذوا ازاي. هي المشكله دلوقتي الاساسيه في تنفيذ حكم. انت دلوقتي في حاجه لو عاوز تعمل على 5 ايام هيعمل لك على 5 ايام، ما عندوش مشكله. هو مشكلته لا 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 لا, لا, لا عنده مشكله. خليني اكمل لك. هم بيعملوا بالونات، ونزلوا بالونه لسه من يومين بيقول لك ان هي ممكن تتعمل على فرعين في يوم واحد. هو مش مشكله بالنسبه له في العدد الافرع، المشكلته كلها الاساسيه الشيخ زايد. انت ايه دلوقتي تصورك بالنسبه لخلال الفتره اللي جايه؟ لان دلوقتي هو يا بيه ما فيش تصور. الشيخ زايد اسماء اعضائه نزلت في الكشوف بتاعه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. انا ما عنديش تصور، انا ملتزم بالقانون، واللي عايز يتحبس اهلا بيه وسهلا يبعت يقول لي. هو مش ملتزم بالقانون، انت ملتزم بالقانون، هو مش ملتزم بالقانون. هو طلع في التلفزيون وقال لك انا مش هنفذ احكام قضائيه سابقه عن القانون. يبقى يورينا ازاي مش هينفذها. ده موضوع بتاعه بقى، انا لا املك فيه شيء. انا قاتلت دفاعا عن هذه الحقوق وعن تنفيذ القانون. وبالمناسبه دي في بعض الانديه الاخرى، وانا مش هذكر اسمائها، اضطرت لتغيير موقفها من ادخال فروع للجمعيه العموميه بعد ما وصلها جواب من اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه حتى اليوم مش قادره تبعت لي جواب، مفيش حد بيبعت لي جوابات رسميه، ومش هيبعت حاجه يقول لي ما تنفذش القانون، او يقول لي ما تدخلش اعضاء الشيخ زايد، او يقول لي اعملها على يوم واحد. لا لا، ليس عنده اسانيد قانونيه، واحنا موقفنا القانوني سليم 100%، ومحدش يقدر يناقشنا في هذا الموضوع. طيب علشان نطمن اكتر وعلشان ما تبقاش تطمن على ايه حضرتك؟ انا مش عارف دلوقتي. هو قال لك ان انا مش هشرف على عمليه الانتخابات، ما هو مش مطلوب منه انه يشرف، ومفيش حاجه في القانون بتقول انه يشرف. احنا عندنا اشراف قضائي، وخاطبنا هيئه النيابه الاداريه، والنيابه الاداريه هتبعت لنا 10 قضاء يوم 25 ويوم 26. هشام حطب طلع في التلفزيون مع شوبير وقال لك انا هرسل جواب لوزاره العدل ان تمنع الاشراف القضائي على يا بيه لا يملك ذلك، ويطلع يقول في التلفزيون زي ما هو عايز. احنا ما بنتعاملش بالتلفزيون وما بنتعاملش من خلال الاعلام، احنا عندنا مخاطبات رسميه، وعندنا قرار واخده مجلس الاداره بانتخابات على يومين في مقرين، او مقر الجزيره ومقر مدينه نصر. بالتوفيق ان شاء الله. بس نتمنى نشوفك بقى يوم 25. لا انا موجود، انا مسافر يوم 25 بالليل، بس انا جاي. والجمعيه العموميه بتاعه 18 مارس انا كنت مسافر، وصلت 6 الفجر، كنت عندك 9:30 الصبح، بس انا سجلت اسمي ومشيت. هو ده المطلوب ان شاء الله. ماشي، شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا يعني عايز أولى بينا إن إحنا ما نبقاش منفعلين. إحنا بنحتفل بإنجازات وبطولات الدرع بتاع الدورة أهو، كأس مصر أهو، وإحنا النادي الأهلي اللي عمرنا ما كنا رقم 2، فإحنا لا يجب إن إحنا ننفعل أصلاً. وأنا الحقيقة فخور إن أنا أهلاوي، وبشكر أولاً على هذا الحجم من الإنجاز. أولاً جمهور النادي الأهلي، ثانياً جمعيته العمومية اللي احنا بنعتبرها برلمان جمهوره، اللي هو 100 مليون أو 200 مليون على مستوى العالم. وبالقطع لازم نوجه التحية لمجلس الإدارة، رئاسة المهندس محمود طاهر، على هذا الإنجاز العظيم. نمرة 2، أنا في حاجة أنا بتمنى إن احنا كأهلاوية أو كأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي نتوقف عن تداولها. لا يجب ان احنا مرة تانية نقول عضو نادي مدينة نصر، ولا عضو نادي الجزيرة، ولا عضو الشيخ زايد، عضو جمعية عمومية للنادي الاهلي. كون انه بيتردد على مدينة نصر لانه قريب لبيته، تردد على الشيخ زايد لانه قريب لبيته. انا شخصيا عضو جمعية عمومية بقالي اكتر من 40 سنة، قد اكون عضويتي سجلت في مقر الجزيرة لان ما كانش فيه غيره، لكن انا بتردد اكتر على فرع على مقر النادي الاهلي في مدينه نصر. فانا بتمنى في لغتنا احنا، في خطابنا احنا، كأعضاء جمعية عمومية أن نتوقف تماما عن فكرة ده عضو نادي مدينة نصر، لأنه في الحقيقة مفيش كده. يعني حضرتك بتروح تطلع كرنيهك من نادي مدينة نصر زي ما بتروح تطلعه من الجزيرة. كشف الجمعية العمومية بينزل لا في عضو مدينة نصر ولا في عضو الجزيرة. فأنا بتمنى إن احنا نتوقف عن فكرة التصنيف اللي بيتبني عليها تصورات مريضة. لن يصنف احد، وزي ما انت قلت يا سيد العميد، انت احنا كلنا ننتمي الى النادي الاهلي. لما هيبقى في فرع التجمع الخامس ان شاء الله هيبقى عضو جمعيه عموميه، هيبقى عضو جمعيه عموميه باذن الله. لو عملنا فرع في اسكندريه هيبقى عضو جمعيه عموميه هو في اسكندريه. مظبوط. وقد ياتي يوم يكون الانتخاب والتصويت فيه كله على الانترنت، يعني ساعتها حتى ما حدش هيبقى، ما فيش كشوف، مش هيبقى فيه كشوف بتروح تمضي فيه يعني هتبقى. وده اللي احنا عاملين حسابنا عليه. يعني احنا ليه متحفظين على انه تقام في يوم واحد تحديدا في هذه الجمعيه؟ لان هو معجزني بنصاب 12500 في هذا التوقيت. يعني الجمعيه العموميه دي لو في مارس، لو في يناير، لو في ديسمبر، لو في ابريل، ماشي. انما اللي انا عايز اقوله، انا مختلف معاك يا باشمهندس. لا معلش معلش، دقيقه واحده بس اكمل كلامي يا استاذ. احنا لما بنتكلم على الجمعيه العموميه للنادي الاهلي تجتمع في مقر او في مقرين او في يوم او في يومين، ده كله تيسيرا على عضو الجمعيه العموميه انه يدلي بصوته براحه عشان نقدر نحشد ال 12500 اللي هو معجزني فيهم. هو بالفعل معجزني في ال 12500. عشان اجيب 12500 عايز يعني لازم اديهم تيسيرات ولازم اديهم تسهيلات ان انا اسهل لهم بقدر الامكان. لو النادي الاهلي ده النهارده اللي فيه عضوياته 150000 عضويه، لو بقى 300000 عضويه، هقدر اعمل في مقر واحد، هقدر اعمل في مكان واحد الانتخابات، هقدر اعمل في يوم واحد، لن يحدث. فما بالك بقى لو بقت 400000 500000 وهو ما سيحدث. يعني ده وضع طبيعي. احنا بنحاول نبص لقدام شويه ونيسر على الناس ونحط كنادي اهلي سابقه هي الاولى تريح الناس وتريح اعضائها وتريح جمعيتها العموميه وتريح جمهورها في المستقبل. كل الكلام ده احنا بنعمله بس برؤيه بعيده المدى الى حد ما. انما انا اجيب 12500 في 25 اغسطس في يوم واحد في منطقه الجزيره المكتظه مروريا عشان ايه؟ طب يعني لمصلحه من؟ طب تأذن لي يا باشمهندس. اتفضل. انا بعتقد، وهذه نقطه خلاف بيني وبين حضرتك، هذا ليس تأثيرا على هذا حق لعضو النادي في القريب من مدينه نصر ان يختار مقره الانتخابي في مقر نادي مدينه نصر. وايضا في المستقبل ارجو ان يكون هناك من حق اخواننا القريبين من مقر النادي في الشيخ زايد ان انا ما اعذبوش، ده حقه، مش لان احنا بنيسر. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي دي نقطه خلاف، لان حقه مش انا بيسر، حق عضو النادي ان انا ايسر له ان يدلي بصوته. وانا بس فكره الشرط التعجيزي انا مش شايف انه شرط تعجيزي بالمناسبه. يعني ليه؟ احنا النادي الاهلي، احنا النادي اللي بيحقق بطوله في الدقيقه 121. احنا في الكوره بهذا الروح، واحنا كجمعيه عموميه مش هنملك هذه الروح ان احنا نقول نادينا، احنا هنروح ونمسك زمامه في ايدينا ونقر لائحته. انا برجو ذلك يا استاذ لواء، وده عشان كده احنا هنا النهارده كلنا، المجلس كله موجود. انا بتكلم كاحساسي كاهلاوي قبل ما ابقى عضو جمعيه عموميه. تمام. اخر نقطه، وانا دايما انت عارف حضرتك اللي بيسموها روح الاهلي، الاهلي عند اللحظات الصعبه لما بيحس انه داخل في معارك بجد او حد بيستهدفه بجد بينتفض، زي المارد، زي ما شفنا في اخر بطوله الكاس في الدقيقه 121. هو ده روح الاهلي، هو ده الاهلي. واذا كان غير كده يبقى احنا زي ما شفنا في جمعيات عموميه سابقه. نعم. أيوة. شفناها في جمعيات عموميه سابقه. انا بقى لي نقطه اخيره عشان لكي لا اطيل ونعطي الفرصه للاخرين. يعني انا بتمنى ان يكون هذه الندوات اللي حضرتك مشكورا، وهذا شيء جيد جدا، الندوات اللي بتتم في الثلاث مقرات، ما بحبش كلمة فرع، أنا بحب كلمة مقر، يعني أنها تكون جزء من الحوار المجتمعي. يعني إذا زي حضرتك ما تفضلت ورديت على حد من اللي بيسأله أن هل لو في الصياغة أو في ملاحظات نستطيع أن نتداركها؟ طبعا. يبقى لأنه من حق الجمعية العمومية أيضا أنها تشارك حتى في إعادة صياغة ما تراه. فأرجو أن تكون الندوات دعوه للحوار المجتمعي. انت كويس اللي قلت النقطه دي يا ست اللواء، لانه اخطر ما في موضوع اللائحه الاسترشاديه اللي لو اصبحت لائحه الزاميه، اهم ما في هذه اللائحه الجديده اللي احنا حاطينها، او اللائحه اللي احنا حاطينها مش احنا يعني، اللي محطوطه اللي معروضه او مطروحه للتصويت، انها بتدي حريه حركه لاي مجلس هيجي بعد كده انه يقدر يجتمع بالجمعيه العموميه ويغير ما تريده الجمعيه العموميه ويحطها في اللائحه. لو اللائحه الاسترشاديه لن يستطيع اي مجلس، ستغلي يد اي مجلس في انه يغير هذه اللائحه او يحط البنود اللي تناسب جمعيته العموميه او لا تناسبها يشيلها. ان شاء الله انا اتعشم بروح الاهلي ان يكون يوم ال 25 ويوم 26 في 30 و40 ألف من أعضاء الجمعية العمومية إن شاء الله بيقولوا ندينا وإحنا اللي هندير. شكرا جزيلا يا باشمهندس. في البداية طبعا حابب أرحب بحضرتك، وحابب برضه أتكلم في نقطتين. النقطة الأولى هي عن اللائحة الاسترشادية اللي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، واللي بتعد امتداد لقانون الرياضة المصري الجديد الصادر من وزارة الشباب والرياضة، واللي الأهلي أصدر موافقته مسبقا عليه. في اطلاع على القانون ده شفت ان قانون بينص ان اي حكم صادر مسبق على هذا القانون يعد هو والعدم سواء، وبالتالي الحكم الصادر اللي حصل عليه الفرع بتاع نادي الشيخ زايد يعد هو والعدم سواء. دي نقطه. النقطه الثانيه الماده رقم 8 في اللجنه في اللائحه الاسترشاديه اللي اصدرتها وزاره الشباب والرياضه في تعريفها لعضو الفرع بتقول ان العضو لا يحق له، عضو الفرع لا يحق له الانتخاب او التواجد في اجتماعات الجمعيه العموميه، وبالتالي عضو فرع مدينه نصر وعضو فرع زايد لا يحق له التواجد او الانتخاب في الجمعيه العموميه. النادي الاهلي هيتصرف ازاي مع النقطه دي؟ دي النقطه رقم 1. النقطه معلش تعيد لي الماده ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ الماده رقم 8 في اللائحه الاسترشاديه، والماده رقم 2 في وزارة الشباب والرياضة. فندم هو يقصد حضرتك في مادة في القانون من مواد الإصدار، المادة 6 يا فندم. في القانون؟ في القانون. أنت قصد حضرتك على في مادة بتقول تلغى الأحكام الرياضية. كارثة اللي حضرتك بتقوله ده، وقيل أنت حضرتك مالكش ذنب فيه، بس ده كارثة. ليه يا بيه؟ لأن هي الأحكام لا يقصد بها الأحكام القضائية، إنما يقصد بها الرولز، القواعد، البنود بتاعة القانون اللي سابق. بس هو يا أستاذ وائل، هو المادة واضحة بتقول تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة، مالهاش علاقة بقى بالعضويات والكلام ده موضوع ده يا فندم. أنا قصدي المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 75. أنا قصدي أقول لحضرتك إن هي مش أحكام قضائية، مش أحكام قضائية بالرياضة. هي دي فيما يخص الخلافات الرياضية لو بيني وبين نادي تاني أو بين عضو مجلس إدارة في اتحاد الكورة أو أيا كان، إنما لا أعتقد انها تلغي احكام قضائية. ما فيش يا فندم. احنا بس هو الأستاذ ليه حق، لأن أحد الجهابزة طلع وقال وفسر تفسير اللي حضرتك فهمته، إن القانون لغى الأحكام اللي صدرت في قبل كده السابقة يعني على صدور القانون بكل المعاني. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا ما عنديش أكتر من كده، بس عشان أنا عندي السكر أصلا. وهم لو مش فاهمين يا ريس، هم لو يعني في حد في مصر مش فاهم. لا هم اللي من كوكب تاني مش احنا. برضه الماده رقم 8 الاهلي هيتعامل معاها ازاي في اللائحه الاسترشاديه بتاعت تعريفها لعضو الفرع. النقطه الثانيه بقى هي النقطه بتاعت الماده رقم 28 الخاصه بشروط الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي. أيوة. ليه المجلس الحالي معترض إن أي حد حاصل على مؤهل متوسط إن هو يترشح؟ عايز بصراحة إجابة مقنعة. إجابة مقنعة؟ هقول لك إجابة مقنعة. النادي الأهلي أصبح مؤسسة. شكرا. النادي الأهلي النهاردة أصبح مؤسسة. برضو أنا عايز أقول حاجة، هو ليس إقلالا من أي مؤهل، مفيش إقلال من أي مؤهل، وإحنا بنقول إنه هناك عبقريات دون مؤهل، انما النادي الاهلي اصبح مؤسسة اقتصادية إدارية رياضية تستدعي المام بأمور كثيرة جدا. الغير حاصل على مؤهل عالي ما بيبقاش عنده هذه الدراية والخبرة في هذا الموضوع. قد يكون هو عبقري في مجال آخر في مجال، إنما أن تدير مؤسسة بحجم النادي الأهلي محتاج تبقى على خبرة، خبرة اقتصادية قوية جدا، على خبرة رياضية قوية جدا، على خبرة عملية قوية جدا. انت لازم يبقى عندك هذا الكم التراكمي بدءا من المؤهل الذي تحصل عليه. مش هتقدر تحصل عليه وانت ما عندكش المؤهل العالي، مع احترامي الشديد. انت لما بيبقى عندك مؤهل عالي بتشتغل، بتعمل في مؤسسات اقتصادية. ما فيش مؤسسة اقتصادية، ما فيش بنك مثلا هيبقى نائب رئيس بنك او رئيس بنك او رئيس فرع ما معهوش مؤهل عالي. ما اعتقدش اي مؤسسة صناعية كبيرة ما اعتقدش ان هي هتوظف حد في منصب قيادي. المناصب القيادية يجب ان تكون على مواصفات معينة. برضو ارجو ان لا يفهم هذا الكلام على انه اقلال لاي حد، مش اقلال. هناك عبقريات في مجال تخصصها ليس لها مجال، لا ليس لها، بس ده مجال تخصص ضيق جدا في مجال تخصصها. انما في مجال ادارة مؤسسة وكيان يجب ان يكون على قدر ادنى من حاصل على قدر ادنى من التعليم اللي اتاح له انه يتدرج في مؤسسات وفي اماكن اخرى اكتسب منها خبرة تسمح له بادارة النادي الاهلي. يعني ارجو ان انا اكون وضحت، انما ممكن نقعد بعد ما نخلص الندوه عشان ما نضيعش فيها وقت كتير، نقعد انا وانت اشرحها لك بتفصيل اكتر. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا بيه. انا عايز اكد لحضرتك ان اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي قادرين على تحقيق النصاب من اليوم الاول يا رب ان شاء الله. وان اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هيوافقوا على لائحه النادي الاهلي ان شاء الله، مش اللائحه الاستشهاديه طبعا. الكلام بقى موثق في قناه النادي الاهلي، ان يجب على مجلس اداره النادي الاهلي انه يكون مجهز كل الاجراءات اللي تضمن نجاح الجمعيه العموميه اللي هتحصل يوم 25 و26، ويكون مستعد استعداد قانوني وافي يخلينا احنا كاعضاء ما نندمش ان احنا رحنا في اليومين دول. وده الكلام اللي يعني يغلف القعده اللي احنا قاعدينها دي في النهايه، ان احنا هندافع عن حق النادي الاهلي، هندافع عن لائحه النادي الاهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي لازم يدافع عن مروحنا ولازم يدافع عن لائحتنا بإجراءات مسبقة ويعني محكمة ترجع لنا حقنا بالكامل. شوف أنا عايز أقول لك حاجة في هذا الموضوع. الإجراءات الإدارية المتخذة لإدارة عملية التصويت في يوم 25 ويوم 26 كلها سليمة وقانونية 100%. بس المهم إن بعد اليوم ده دي أرجو إن محدش يقلق منها خالص. إنما أنا بقى عشان كده إحنا بنقول إيه؟ إحنا بنقول لو الجمعية العمومية دي اكتملت واكتملت في أول يوم، لا أعتقد إن في مخلوق هيقدر يهدر الحق القانوني للنادي الأهلي طبعًا. وأنا كلامي لكل الأعضاء، إنما لازم الناس تبقى فاهمة هذا الكلام. وردا طبعًا. على سؤال الأخ هنا برضو، هنعمل إيه في اللائحة الاسترشادية في المادة دي؟ أنا بتمنى إن اللائحة الاسترشادية دي ما تبقاش موجودة من أساسه. فهو لو موجودة اللائحة الاسترشادية مش هنقدر نعمل حاجة. لو ما جاش لو الجمعية العمومية ما جاتش وصوتت ضد هذه اللائحة الاسترشادية يوم 25 و26 يبقى مش هنقدر نعمل حاجة. لو اعتمدنا لائحتنا احنا يبقى خلاص كأن لم تكن، كل الكلام ده كأن لم يكن. كلمة أخيرة لأعضاء النادي الأهلي جميعا في كل فروعه. عار علينا وإحنا أعضاء جمعية عمومية لأكبر نادي إفريقي إن إحنا ما نقدرش نوصل ل 12500 في أول ساعة، مش أول يوم. في أول ساعة صحيح. لازم نحقق صحيح. النصاب ده. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا سيدي. اتفضل يا بيه. يلا الدكتور وليد. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. اسمحوا لي في البداية طبعا أوجه تحية لمجلس الإدارة مرتين. المرة الأولى إن هو احترم عضو النادي الأهلي وجه لغاية عنده عشان يناقش اللائحة. إدى العضو حقه، طرح الفرصة للجميع أن يشارك وأن يستفسر وأن يبادر بتقديم اقتراحات. التحية الثانية اللي بوجهها لمجلس الإدارة لأنه امتثل لتنفيذ حكم قضائي بات خاص بأعضاء النادي الأهلي في فرع زايد رغم الضغوط الشديدة اللي بتمارس عليه لعدم تنفيذ هذا الحكم. فدي تحية واجبة الأول نوجهها لمجلس الإدارة. وبعدين التحية الأخرى هوجهها لأعضاء النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد اللي صبروا وصبروا وأصروا على حقهم المشروع لحد ما استطاعوا الحصول عليه بحكم قضائي. فأنا بحييهم فعلا على هذه المثابرة وبهنيهم على الحصول على هذا الحق. لكن هذا الحق بيرتبط بيه واجب من ناحية أخرى. أهم الواجبات المرتبطة بهذا الحق هو الحرص على المشاركة في صياغة مستقبل هذا الصرح العريق. النادي الأهلي في منعطف حد من تاريخه. طول عمر النادي الأهلي واخدين، أنا عضو في النادي الأهلي من أكتر من 40 سنة، خدت العضوية عن والدي. طول عمرنا في النادي الأهلي واخدين النادي الأهلي بيقود ولا يقاد. ما ينفعش النادي الأهلي يا جماعة يقاد من الخارج إطلاقا. النادي الأهلي النهارده بيتعرض إلى فرض وصاية عليه من الخارج. إحنا مش متعودين على كده، متعودين طول عمرنا إن النادي الأهلي بيقوده أعضاء الجمعية العمومية بتوعه، ما بيجيلوش وصاية من بره، ما فيش حد بيفرض إرادته عليه. واسمحوا لي أنا هتكلم في جزئية صغيرة جدا في اللائحة، اللائحة بالذات يعني مش عايز طبعا لأن الناس تقريبا غطوها كلها. عايز أتكلم في جزئية صغيرة، الجزئية بتاعت بند الثمان سنوات، لأن يمكن أنا حلوم على مجلس الإدارة أنه استبعد هذا البند. بند الثمان سنوات كان محطوط في اللائحة القديمة اللي وضعها مجلس الكابتن حسن حمدي، وما اعتقدش الكابتن حسن كان في نيته ان هو يقصي حد. الثمان سنوات مبدأ ضروري كلنا ندافع عنه. اي مؤسسة في الدنيا لا تتقدم الا بتداول المقاعد وبتعاقب القيادات وبضخ دم جديد. الحقيقة الناس يعني الحرب الإعلامية الممنهجة اللي بتمارس على مجلس الإدارة يمكن كان فيها نوع من الضغط خلى المجلس ينأى بنفسه عن اي شبهة، فاضطر ان هو يستبعد هذا البند من اللائحة. لكن في الحقيقة يعني لازم الناس تفهم حاجة مهمة جدا، أن هذا الرجل ومجلسه لو بند الثمان سنوات فضل في اللائحة موجود كان هيتطبق عليهم هم، يعني هم المتضررين الوحيدين من وجود هذا البند، لأن هو كان هيبقى قضى 4 سنوات من الانتخابات الجديدة. إن شاء الله ربنا يقدر له النجاح، 4 سنين تاني مش هيقدر يرشح نفسه. أي حد داخل انتخابات جديد كان هيتطبق عليه ال8 سنوات من الأول. فهذا المجلس كان مصر على تطبيق بند ال8 سنوات رغم إن هو المتضرر الوحيد منه. فالحقيقه انا يمكن بختلف، كنت شايف ان بند ال8 سنوات في اي مؤسسه، على فكره مش في النادي الاهلي بس، النهارده بيطبق على رئيس الجمهوريه وفي اي مؤسسه، لازم فعلا ما فيش حد يقعد في كرسيه اكتر من 8 سنين، ما ينفعش يعني. اخر حاجه اقولها لحضراتكم، اعضاء النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد، انتوا الرقم الصعب يوم الجمعه والسبت الجايين ان شاء الله في الجمعيه العموميه، الرهان كله على حضراتكم، كلنا يبقى موجودين بكثافه. اللائحه مش مكتوب عليها لائحه محمود طاهر، هذه اللائحة مكتوب عليها لائحة النادي الأهلي. احنا رايحين ندافع عن حق النادي الأهلي، رايحين ندافع عن هيبة النادي الأهلي، عن كبرياء النادي الأهلي، عن حق أولادنا وحق المستقبل اللي جاي في إن احنا نسيب لهم حاجة كويسة. وآخر نقطة أكد عليها أثرها الأخ خالد الابراهام، إن حضورنا كمان بيدينا مركز قانوني، بيثبت مركز قانوني لينا كأعضاء في الشيخ زايد إن احنا حضرنا الجمعية العمومية، ويزيل كل التخوفات. لو هذه اللائحة أقرت كل التخوفات اللي متخوف منها اعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد مش هيبقى لها وجود، لان هذا المجلس متبني فكره ان اعضاء الشيخ زايد يحصلوا على كل حقوقهم. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع واشكركم شكرا جزيلا. شكرا دكتور. جوايا حاجه شحنه للمهندس محمود طاهر، انا هو ما يعرفنيش، انا دكتور طبيب، والراجل ده بسم الله ما شاء الله انا مسميه مكنه المانيه. نجاح في كل شيء والله والله والله. انا سبت القعده مع اسرتي وجيت عشان جوايا حاجه، انا عاشق للنجاح، والراجل ده يعني انا بوصيكوا عليه بس. الحمد لله، اشكرك علشان النادي يقوم بالراجل ده، مش هقول اكتر من كده. احنا اللي بنوصيكوا على النادي الاهلي والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، انت راجل عظيم واتمنى امثالك في مصر في كل المجالات يا باشمهندس. اشكرك يا دكتور، شكرا يا باشا، شكرا يا باشا. يا دكتور المجلس كله عنده تحفظ هنا، انت ما انا معايا مقاتلين كمان في المجلس، مش محمود طاهر لوحده اللي نجح، لا بالعكس، ده من غير الناس دي انا ما كنتش هنجح، وانا بتكلم بمنتهى الامانه ومنتهى الوضوح. بالظبط كده، يعني ارجو ان هذا الكريدت يروح للمجموعه كلها وليس محمود لوحده يعني. بالظبط كده، ولولا هذا الفريق تحديدا، ولولا هذا الفريق ما حققناش حاجه. وكل اللي بنقوله برضو ان ايا كان ما تحقق فهو استحقاق للنادي ولاعضائه وليس تفضلا من اي مجلس او من اي حد. ده استحقاق ليكوا وتستحقوه عن جدارة وعن يعني عن كل خير. ومتشكرين ليك يا دكتور، اشكرك بالنيابه عن المجلس، بشكرك وبالنيابه عن متشكرين يا دكتور. القضيه بتاعت زايد دي قضاء اداري اول درجه. تاني درجه صدر القانون بتاع 71 ل 2017. نادي زايد او فرع زايد اخذها على 77 ل 75 اللي القانون اتلغى. النهارده لو الجمعيه العموميه ما اكتملتش في النادي الاهلي هو لسه عنده اداريه عليا يقدر يتكلم بيها بالماده دي، وهو بيتكلم صح، لان الماده اللي بتقول ان الفرع ملوش اي احقيه لا تصويت ولا ترشح. الحاجه الوحيده اللي هتقدر تعملها ومش هتدخلنا في متاهات هي اكتمال الجمعيه. وانا بقول لكم ومش سر، هما مش هقول اجبن وهستعمل تعبيرات لائقه، هما مش هيقدروا لما يبقى عندك اكتمال جمعيه عموميه يقدر يتدخل ويقول للجنه الاولمبيه الدوليه انا تدخلت، لان كده بقى تدخل حكومي وواضح. كل اللي عملوه ان شال اسم وزاره الشباب والرياضه وحط اسم اللجنه الاولمبيه، لكن احنا لو ما اكتملتش هندخل نفسنا ان الحكومه او اللجنه الاولمبيه هتقوم داخله متداخل، خصم متداخل بدل الشباب والرياضه، ويقوموا داخلين في حكم الاداريه العليا ممكن يلغي حكم اول درجه ويوقفه، وممكن يوقفه في المستعجل، يبقى دي اخر. قال لك لا، يبقى احنا نعمل ايه؟ نروح ونريح نفسنا من وجع الدماغ كله، بدل لما نفضل داخلين في سكه احنا في غنى عنها. يا خالد، كل هذه المهاترات متوقفه علينا زي ما بقول. يا 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 بيه، بس انا عايز اقول حاجه. انا بيتقال كلام كتير قوي في الاعلام وفي التلفزيونات، وكل واحد بيقول تصريحات وكلها تصريحات. انا يعني انا مش عايز بس اخوض، انا برضو لست في نزاع، لسنا في نزاع مع احد ومش في خناقه. احنا كل هذا الكلام كأن لم يكن. اذا اعتمدنا لائحتنا واذا اكتملت الجمعيه العموميه بحشد غير مسبوق هذه المره، لن يجرؤ احد ان يتدخل في جمعيه عموميه النادي الاهلي بكل المواثيق الرياضيه والاولمبيه والقانونيه في التدخل في حاجه اعتمدتها جمعيه عموميه للنادي الاهلي. اتفضل. السلام عليكم، برحب بحضرتك طبعا معانا. شرف لينا طبعا ان انا بتكلم مع حضرتك، وببارك لحضرتك على بطوله الدوري والكاس، مش بس كده، وجميع البطولات اللي جميع الفرق الجماعيه السنه دي حققتها على مستوى القاره هنا في الشيخ زايد. طيب، مبروك لكل ده. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا عضو زايد ودفعت فرق العضويه. تمام. فانا دلوقتي كشوفي نزلت هنا برقم زايد، انا دلوقتي معايا كارنيهين برقمين، رقم في الجزيره ورقم في زايد. المفروض ان انا هروح انتخب يوم الجمعيه العموميه بكارنيه زايد. كل اللي انا خايفه ان انا اكون سبب في بطلان الجمعيه كلها. ان انا كده معايا كارنيهين. استاذ وائل عوض، الكلام لحضرتك برضو، انا كده معايا كارنيهين برقمين، كارنيه زايد وكارنيه الجزيره. المفروض ان انا موظف الاشتراكات اداني الكارنيه بتاع الشيخ زايد، قال لي عشان تروح تنتخب بيه يوم 25 في الجزيره. تمام. انا احساسي ان احنا ممكن نكون احنا ال 500 فرد او 600 وات ايفر، احنا قد ايه نكون سبب في بطلان الجمعيه العموميه كلها. وجهه نظر هايله، وان اسمها رد اللي هو الشين شمس في التنظيمات الاداريه بس. فانا خوفي على كده، مش اكتر ولا اقل. اتفضل يا بيه. برافو عليك، الله ينور. انا الموضوع ده تداركناه قبل ما تسالوا فيه. اللي اشترك او حول العضويه للنادي كله كامله ودفع الفرق، ملوش حق التصويت. اي حد بيشترك في النادي الاهلي ده قانون، ملوش حق التصويت قبل مرور عام. معنى كده حضرتك كملت وهتتضر. فعشان كده حضرتك حطينا الكشوفات بتاعتنا ومتعلقه، لان حضرتك من حقك انك تصوت بحكم انك انت كنت عضو زايد وما زلت عضو النادي. لكن لو حطيتك في الجديد يبقى حضرتك مش هتقدر تصوت، لان ما فاتش عليك سنه، وبالتالي هبقى انا هتعرض لمساءله او ان انا هبطل صوتك. ايوه، بس يا هشام بيه، يبقى في هذه الحاله لابد من الاعلان والتنبيه انه اعضاء الشيخ زايد حتى اللي حولوا للعضويه العامله الكامله يصوت بالكارنيه القديم بتاعه بتاع الشيخ زايد. بيقول لحضرتك السيد العضو ان ادينا له الكارنيه بتاع الشيخ زايد وعلقنا اسمه في الكشوفات وقلنا له عشان تصوت بالكارنيه ده، فاحنا نبهنا عن يبقى التصويت هيبقى بالكارنيه بتاع الشيخ زايد عشان يكون مر عام على الاشتراك اللي هو يعطيك الحق في التصويت، عشان كده اديناهم الكارنيهات تاني، ده السبب يعني. تمام. وموجود في الكشوفات حضرتك هتلاقي هو الاستاذ بيقول انه نازل مرتين في الكشوف. لا لا لا, لا. نازل مره بس الشيخ زايد، مره واحده بس. يبقى خلاص، يبقى اعتقد انه اللي هو الشين كده رد منطقي. اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيب. انت بصحه السلامه. طبعا بالنسبه لكل الكلام اللي اثير وبيثار، سواء كان على المستوى الاعلام المرئي او المسموع، واللي بيخص هذه المشكله وبالتحديد اللائحه الاسترشاديه ولائحه النادي عندنا، فطبعا احنا اتكلمنا فيها كتير، واعتقد ان اغلبيه الناس مستوعبين الموضوع ده تماما. فاحنا اللي احنا عايزين نقوله وكلام بنوجهه ان النادي الاهلي طول عمره هو القائد، هو اللي بيقود الرياضه المصريه في مصر، ومفيش حد ممكن انه يجي يقود النادي الاهلي، لان احنا اتقال علينا بتوع الستيك والشمسيه والكراسي والكلام ده، يعني مش عايزين نخش في تفاصيله، لكن احنا في الوقت اللي هم بيتكلموا علينا و90% من موظفين وعاملين وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه الدوليه بيبذلوا اقصى مجهود وبيعملوا المستحيل عشان خاطر انهم يتحكموا في قائد الرياضة المصرية العربية الأفريقية على مستوى القارة الأفريقية، إنه يتحكموا فيه. ده مش هيحصل. فاللي احنا بنقوله إن احنا إن شاء الله 25 و26 هنيجي، وإن شاء الله مش هيبقى 12,500 زي ما اللجنة الأولمبية بتقول، لا هيبقى 20 و30,000 و35,000. لو احنا كأعضاء جمعية عمومية طلبنا ان احنا نعمل كده أو قررنا ان احنا نعمل كده، لان ده مصير النادي الاهلي وده تاريخ النادي الاهلي. فاحنا بنحافظ على الاجيال اللي جايه، سواء كان في عصر هذا المجلس او في عصر اي مجلس. فاللائحه ديت اللي هي الخاصه بالنادي الاهلي دي ل 100 سنه 200 سنه 300 سنه قدام، فاحنا ما بنتكلمش. فاحنا اللي احنا عايزين نقوله ان احنا ما نتناوش لحظه ان شاء الله 25 26، احنا ما نروحش في الوقت اللي هم بيتفننوا انهم يحاربوا وقف مسيره النادي الاهلي. احنا خدنا الدوري العام وخدنا كاس مصر، وصلنا دور ال8 في البطوله الافريقيه. فاحنا ما بنبصش المهاترات، وبالتحديد ان المجلس بيتميز بحاجه ان ما فيش اي حد بيخش في لا كلام، لا في اعلام ولا مداخلات تليفونيه ولا زي انديه كتير. احنا قررنا في ايدنا، ويعني برضو عشان أنا مش عايز أخش في مهاترات ومعارك جانبية هم عايزين يستدرجونا إليها. إحنا لو ما جالناش أو لو ما جالناش سند قانوني يقول لي أي حاجة، وهو ما لم يحدث، مفيش حاجة هتيجي يا باشمهندس، وما فيش حاجة هتيجي. زي ما هو ده اللي أنا عايز أقوله، إنما ده اللي يخلينا كلنا ناخد قرارنا، إنه الموضوع ده قرارنا في إيدنا. هنسلم نفسنا لحد تاني مش هيحصل، ولا هناخد احنا القرار؟ انا واثق ان شاء الله انه مش هيحصل، وواثق ان الجمعيه العموميه هتكتشف. وانا عارف بالمناسبه، كلنا عارفين ومتاكدين ان هناك مصاعب عشان انزل من الشيخ زايد اروح مدينه نصر، او انزل من الشيخ زايد اروح الجزيره اللي ساكنين هنا يعني، او الناس اللي في الساحل الشمالي بتاخد اجازات عشان ييجوا. كل هذا الكلام عارفين ان في مصاعب، بس عارفين انه قرار الجمعيه، ان الجمعيه دي قادره على التغيير وقادره على التغلب على كل المصاعب، عشان خاطر زي ما انت قلت الاجيال القادمه، وعشان خاطر ما فيش مجلس باقي مدى الحياه، وما فيش ناس باقي على طول. احنا بنحاول نحط حاجه للمجالس القادمه وللجمعيات العموميه القادمه ولأولادنا ولأحفادنا في هذا النادي. احنا وراك يا باشمهندس، سواء كان في المقر هنا، مقر اكتوبر، مقر مدينه نصر، ان شاء الله. وبتمنى ان احنا نكتمل في يوم 25 عشان نسكت ان شاء الله كل الألسنة باذن الله. وبالمناسبه يا شيمبي بعد اذنك، احنا في اتوبيسات هتطلع من هنا على مدينه نصر يوم 25، واتوبيسات من هنا للجزيره يوم 26. ماشي. مساء الخير يا باشمهندس. نعم. كل نص ساعه في اتوبيس من هنا لمدينه نصر ومن هنا للشيخ زايد ومن هنا الجزيره رايح جاي، وهي الموضوع مش هياخد جوه اكتر من نص ساعه. ايوه طب لو سمحت برضو وضح الحاجات دي يا شيمي. هو حضراتكم هيبقى فيه اتوبيسات من هنا يوم الجمعه لمدينه نصر، الاتوبيس كله نص ساعه بالكتير، نص ساعه، يعني مش معنى ان الاتوبيس 50 راكب لازم يكمل 50، لو في 10 هحركه. ونفس القصه في العوده من هناك بعد ما حضرتك تدلي بصوتك تقدر تطلع تاني. بالنسبه للادلاء بالاصوات هناك هو كان في اجراءين بيتعملوا، حضرتك كنت بتمضي الاول وبعدين تاخد بطاقه وبعدين تخش يدوك بطاقه ابداء راي وبعدين تقف في الطابور، لا حضرتك هتمضي قدام الموظف وتاخد البطاقه ابداء الراي بالموافقه على لائحه النادي الاهلي وحضرتك تحطها على طول في الصندوق وتخرج، يعني جوه مش هتاخد 3-4 دقايق. كل الوقت اللي هتاخده اللي هو تخش واحنا حاجزين الاوبرا عشان الاتوبيسات تخش هناك، او الناس اللي جايه من اعضاء النادي الاهلي بعربياتهم الخاصه هيقدروا يخشوا الاوبرا ده بتاع النادي الاهلي يوميها اللي هو يوم الجزيره. مدينه نصر يمكن في مشكله هناك حوالين النادي، لكن انا يعني بنصح ان الناس تروح بالاتوبيسات من هنا احسن، لان هتلاقي وسيله نقل مش هتشيل هم انك تقف هناك او يبقى في باركنج هناك، وتاخد الاتوبيس وترجع تاني. الدخول والخروج هناك حضرتك احنا عاملين دخول وخروج عشان الناس ما تخشش في وش بعض. الدخول الباب كبير في الجزيره والخروج من بابين، نادي في مدينه نصر الدخول من بابين والخروج من بابين، يعني مش هتلاقي مشكله لا في الدخول ولا في الخروج ولا في ادلاء صوتك. والاتوبيسات موجوده ومتوفره بكل امكانياتها، باي حاجه حضرتك عايزها هتلاقيها في الاتوبيس. اتفضلي حضرتك. مساء الخير يا باشمهندس، حضرتك منورنا في النادي. ربنا يخليك. انا منور بيكم. ربنا يكرمك يا باشمهندس. انا مهندسه رباب، انا مهندسه مدني ومشتركه في النادي من اول ما فتحته والحمد لله كملت العضويه. هو كان في اسئله كتير عايزه اقولها بس الحمد لله كلهم قالوها. طب الحمد لله. انا بس ليا نقطتين. نقطه انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. لا. انا واحده بشتغل في التنفيذ وعارفه يعني ايه مباني بتتقام في الصحراء، عارفه يعني ايه متر ارض بحفر فيه في الصحراء مختلف تماما عن اني بشتغل بره. فالشغل اللي قايم في النادي انا بطبيعه شغلي عارفه ده متكلف وقت قد ايه ومجهود قد ايه، فمهما قلت لحضرتك وشكرناك مش هقدر اشكر. ده حقكم علينا، ده حقكم علينا بالمناسبه دي. زي ما بقول كل مجهود بنعمله بنتمتع بيه لما بنشوف رضا الاعضاء ورضا الجمعيه العموميه عما نقوم بيه، يعني وهو ده اللي يهمنا اولا واخيرا. النقطه الثانيه احب اشكر برضو المستشار وائل والسيدات اللي معاه مدام فريده ومدام عبير، لان هم الحقيقه عملوا مجهود ما حدش يقدر يختلف عليه. النقطة الثالثة في الباشمهندس بيقول إن هو جه بالصدفة فشاف التجمع. تمام. الحقيقة اللي أنا شايفاه في النادي بحكم إن أنا بقالي 3 سنين هنا، الناس المهتمة وبالذات السيدات عاملين كم جروبس على الواتساب حضرتك لا تتخيلها. الستات بتصحى الصبح والظهر وبالليل هنروح الجمعية العمومية إمتى؟ هنتجمع إمتى؟ مش قادرة أقول لحضرتك كم المجهود اللي هم عاملينه. أنا واحدة من الناس مسافرة بكرة والمفترض إن أنا هقعد أسبوع، بس هاجي الخميس بالليل عشان الجمعة أكون في مدينة نصر. يعني دي الروح اللي بنتمناها من كل الناس، وبعدين ما اجيبها الا ستاتها، ما هم الستات هم اللي عملوا 25 يناير وعملوا 30 يونيو. انا هتكلم في نقطه انا عارفه مش من الذكاء ان انا اتكلم فيها دلوقتي، لا بس انا حابه اتكلم فيها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الجمعيه العموميه اللي جايه او نقول الاجتماع الخاص زي المستشار وائل ما قال ان احنا اللائحه بتاعه النادي هنعملها ان شاء الله. الانتخابات الجايه بقى أنا واحدة من الناس هنتخب المهندس محمود طاهر، ربنا يخليك، لأن أنا عايزة هتنتخب اللي أصلح للنادي الأهلي، اللي أصلح المهندس محمود طاهر. ده يعني أحترم وجهة نظرك، إنما مش عايزك تأثري على أعضاء، سيبي الأعضاء كل واحد يقرر ما يراه. أنا عارفة إن أنا مش متذكية إن أنا أقول كده، لا ربنا يخليك، بس أنا حابة الناس في قعدة زي دي، لأن أنا مش عارفة القعدة دي ممكن الكم ده يحضروا تاني إمتى. عايزه وقت الانتخابات الناس ما تحكمش بمشاعرها، كلنا عقليات كبيره ونبص ايه اللي اتعمل وايه اللي هيتعمل. انا عايز اطمنك من على مدار الجمعيات العموميه للنادي الاهلي، صحيح والكلام ده انا بقوله من قلبي دايما، الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في منتهى الذكاء اللي في الدنيا، وبتعرف ازاي تختار، وبتعرف تختار مين، وبتعرف التوقيت اللي تختاره فيه، وقد ما تختارش حد في توقيت معين وترجع تختاره في توقيت آخر. يعني تأكدي ان الجمعية العمومية للنادي الأهلي وتزداد بأعضاء الشيخ زايد النخبة ما نستقلش بيها إطلاقا في ابداء رايها في الانتخابات. منورنا. اخر نقطه هقولها انا، يعني نقطه حد اتكلم فيها بس انا برضو حابه اكد عليها. اتفضل. الناس اللي استكملت عضويه، شيرين بيه قال ان احنا اديناهم كراميل الشيخ زايد. ايوه. انا واحده من الناس، يعني ليا في الجمعيات العموميه شويه لان انا عضو مجلس اداره الكومباوند اللي انا فيه. ايوه. اللي بسال فيه قانونا انا ينفع يبقى لي صفتين؟ أنا النقطة دي عايزين نأكد عليها قانونا عشان ما فيش حد يدور على ثغرة. نأكد عليها بس هو ينفع، يعني بالطريقة دي هو ينفع، لأنه طالما اسمك في الكشف نازل بعضوية الشيخ زايد، مش نازل مرتين، ما حدش يقدر يبطل الكلام ده. نأكد عليها لأن دي من الحاجات اللي أنا متخوفة منها. نورتنا يا باشمهندس. ربنا يخليكي، منورة بيكم. لو سمحتوا يا جماعة، بس أنا عايز أعرف حضراتكم إن الكارنيهات بتاعت حضراتكم سيادة اللواء شيرين شمس هيبعتها يوم السبت هنا النادي، كارنيهات فرع الشيخ زايد. أفندم؟ أيوه، الناس اللي هي استكملت ومعاها كارنيه أهلي كل الفروع، كارنيهات أهلي الشيخ زايد هتتسلم هنا يوم السبت إن شاء الله على الساعة 2 الظهر تكون موجودة، وهتفضل موجودة لحد يوم 24. هتتحرك من هنا يوم 24 بالليل، هتروح أهلي مدينة نصر، اللي هيروح هناك هيلاقيها موجودة، وهيروح أهلي الجزيرة بعد كده يوم 26 يلاقيها موجودة برضو إن شاء الله. شكرا. اسمحوا لي أقول لحضراتكم إن الأوتوبيسات يوم الجمعة هتتحرك من الشيخ زايد بداية من الساعة 9 كل الجمعة ساعة. الجمعة 25، مش الجمعة الجاية يا دكتور ياسر. الجمعة 25 هتتحرك. لا، يوم الجمعة ما فيش مشكلة في المواصلات، هي من الساعة 9 كل ساعة أوتوبيس هيتحرك من الشيخ زايد. كل نص ساعة أوتوبيس. ما هي كل نص ساعة، ده يوم السبت والجمعة ورايح الجزيرة. في اليومين كل أنا بقول اللي كان الاتفاق عليه، نعدل الاتفاق ونخليه كل نص ساعة أوتوبيس يوم الجمعة ويوم السبت. أعتقد إنه كده الأمور اتضحت. أنا بشكر المهندس إحنا لسه ما خلصناش. أنا بشكر المهندس محمود طاهر لأنه احنا النادي الوحيد بجد اللي وزع لائحته على اعضائه، واللي طرح فكره الحوار بشان هذه اللائحه، واللي رئيس النادي ومجلس اداره هذا النادي بيقابلوا الاعضاء وبيتناقشوا في الاعضاء وبيغيروا وبيضيفوا وبيحطوا وبيتفقوا. واعتقد ده ما بيحصلش في مصر غير في النادي الاهلي، حيث مجلس الاداره لا يحتكر السلطه ولا يسيء استخدام هذه السلطة، وحيث أعضاء النادي الأهلي دائما فوق الجميع وفوق أي سلطة، والأهلي سيبقى فوق الجميع. الصناديق كلها حضرتك مع الكشوفات، هم القضاة هياخدوهم وهيشمعوهم بطريقتهم وهيختموهم، وهيطلعوا معايا في أوتوبيس مخصوص يحطوها في الجزيرة في أوضة مغلقة، وهياخد هو مفتاحه عشان كل حاجة تبقى معاه. وتاني يوم هيجي يفتح الصبح الساعة 7 ويحط صناديقه وكشوفاته تاني ويبتدي يشتغل بعديها. فيعني العدد ممكن يتعرف من الكشوفات؟ لا، ده العدد يتعرف بس مش هتعلن. لا، احنا هنقدر نعرف كم واحد صوت يوميها يوم الجمعة. انما نتيجة التصويت، انت ممكن حضرتك تخش وتقول لا مش موافق على اللائحة، انما نتيجة الفرز هتطلع بعد الساعة 7 مساء السبت 26. وهو زي ما قال الأستاذ وائل إنه اليومين هم يوم واحد، هو اجتماع واحد، وليس اجتماعين في يومين متتاليين. هو اجتماع واحد له بداية وله نهاية، ونهايته هي الفرز والإحصاء وإعلان النتيجة. أنا بشكركم جميعا على الحضور، وإن شاء الله نلتقي في الجمعية العمومية بإذن الله.